الحمد لله الذي بعزته ونعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى وفي عليين. حسبنا الله لديننا. حسبنا الله وكفى. سبحانك يا الله. حسبنا الله العلي العظيم العزيز الجبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وفيديو جديد من مطبخ بيتي جنتي. النهاردة هنعمل مع بعض غدا جميل. هنعمل فراخ مشوية على السيخ وهنعمل معها مكرونة في الصلصة. معانا فرخة بلدي وزنها كيلو، ومعانا بصلة مفرومة، ومعانا 4 فصوص ثوم، ومعانا التوابل بتاعتنا، معلقة صغيرة بهارات فراخ، ومعلقة صغيرة كاري، ومعلقة كمون مطحون، وفلفل اسود، وكمون وسوري وبصل باودر وتوم باودر، ومعانا السيخ بتاعنا، ومعانا كمان في التوابل ملح. انا حاطه ملح محوج، انت لو عندك اي ملح، ملح ابيض او محوج مش مشكله ممكن تحطي. تعالوا دلوقتي هنفرم التوم وهنضيفه على البصل. هنفرم 4 فصوص اللي معانا وهنضيفه على البصل المفروم. وبعد ما نفرم البصل هنضيف التوابل بالشكل ده. التوابل قلنا الكاري والبهارات الفراخ والفلفل الاسود وكمون وبصل بودر والملح. هنقلب الخليط كله كده مع بعض، البصل والثوم والتوابل، ونخليهم يتجانسوا كويس. لما احس ان التوابل كلها بقت في البصل كله، عايزه اقول لكم ان الفراخ وفراخ الشوي او الحشو عامه ما تتعداش وزنها الكيلو ونص علشان تستوي معانا في الفرن، لاننا مش بنسلقها الاول، احنا بنتبلها، بنغسلها كويس وبنتبلها وبندخلها الفرن من غير ما تتسلق. ودلوقتي احنا قلبنا البصل كله مع بعض كده كويس زي ما شفنا. وهنحط دلوقتي الصلصة، هنحط معلقة واحدة بس من الصلصة. لو عندك صلصة فاين فودز زي دي او صلصة انت عاملاها في البيت، اوكي مفيش مشاكل. انا مش عندي صلصة، الصلصة اللي انا كنت عاملاها خلصت، فهحط صلصة من فاين فودز اللي عندي دي وهقلبها. وهحط معلقة كمان من الزيت، معلقة واحدة، وهنقلب الخليط كله تاني مع بعض علشان كل المكونات تتجانس كلها، الصلصة والبصل وكل حاجة. ودلوقتي الخليط لما قلبناه بقى بالشكل ده ولونه احمر كده وجميل. هنبدأ دلوقتي ان احنا نتبل الفراخ. طبعا انا غسلت الفراخ بتاعتي كويس بالدقيق وبالملح. هنتبل كده بالشكل ده، هنتبل كل جزء في الفراخ وتحت الجلد، وهنتبل كمان جوه الفراخ، هنحشيها يعني بالتتبيله بتاعتنا، ومن عند الرقبه ومن كل اتجاه علشان التتبيله كلها، الفراخ كلها تشرب التتبيله بتاعتنا وتكون طعم التتبيله في الفرخه كلها. هنتبلها بالشكل ده. طبعا انت لو عايزه تلبسي جوانت اوكي، انا غسله ايدي كويس ونظيفة، فبالتالي وحاليا انا مش متوفر عندي جوانت. لو كان متوفر عندي جوانت كنت لبسته. دلوقتي بعد ما تبلنا الفراخ كويس قوي كتفناها بالشكل ده علشان لما نيجي نحطها في السيخ تبقى جامدة وما تتفكش معانا. بعد ما تبلناها بالشكل ده هنجيب السيخ وهنحطها فيه. السيخ ده بيجي مع كل بوتاجاز، يعني موجود عند الناس كلها، انا مش بشتريه مخصوص. هنحطها كده في السيخ وهنثبتها بالسهمين اللي في السيخ كده. بيبقى فيه زي صامولة كده في السيخ، لما بتدخلي السهم كده بدوس بضغط على الصامولة زي ما بعمل،
علشان اثبت الفرخة من الجهتين، وادخله من الجنب ده واربط الصامولة كويس، واتأكد ان الفرخة ثبتت معايا على السيخ، ما تتهزش مني كده لا يمين ولا شمال علشان ما تقعش مني في الفرن، واتأكد كويس ان السيخ اتربط والفرخة ثبتت فيه. هنحطها في الفرن بالشكل اللي انا بوريه لكم دلوقتي، بالشكل ده. ودلوقتي هنحط الفراخ بتاعتنا كده على جنب، وهنعمل صلصة الصلصة بتاعتنا بتاعت المكرونة. انا معايا طماطم قطعت العنق بتاعها كده بالشكل ده، ومعايا فلفل، ومعايا بصلاية صغيرة او جزء كده من بصلاية زي ما انا عاملة، ومكعب مرقة، لو مكعب مرقة زي اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده، او مكعب مرقة فاين فودز اللي عندك. جبت الخلاط كده، وهحط الطماطم بتاعتي والفلفل والمرق والمكعب المرقة والبصلة، هحط كل دول في الشفشق بتاع الخلاط، وهضربهم في الخلاط. لو عندنا احنا عشان حاطين توابل في الفرخة، مش هنحتاج ان احنا نحط توابل في الخلاط. دلوقتي ضربنا الخليط في الخلاط، وجبنا صينية هنحط فيها معلقتين من الزيت، وبعد كده هنوزع الزيت كده الأول، وبعد كده هنحط الصلصة أو عصير الطماطم اللي أنا ضربته في الخلاط مع المكونات بتاعتي، البصل والفلفل ومكعب المرقة. الفلفل ده رومي أخضر بارد، اللي عايز يحط حامي أوكي. صبينا كده الخليط في الصينية. دلوقتي اتبقى معانا من تتبيلة الفراخ زي ما انتوا شايفين كده حوالي معلقتين او معلقة كبيرة. هنحط الخليط ده في الطماطم او عصير الطماطم اللي احنا عملناه، علشان كده انا ما حطيتش توابل معايا في الطماطم وهي بتضرب في الخلاط، عشان انا كان عندي التتبيلة اتبقت منها، فبالتالي قلت ان انا هحط التتبيلة دي في الطماطم، فمش هحتاج ان انا احط التوابل تاني. انا حطيت التتبيله كده علشان طعم الفراخ وطعم الصلصه والمكرونه يكونوا طعم واحد، ما احسش باختلاف وانا باكل ده طعم وده طعم. دلوقتي احنا قلبنا التتبيله كده في الطماطم، وهنحط معلقه من الملح المحوج، عادي لو عايزه تحطي ملح ابيض اوكي، لكن انا حابه اني احط ملح محوج بيبقى فيه التوابل كلها برضو اللي انا عاملاها. وهنحطها في الفرن، وهنحط السيخ كده في الفرن، وهنحط تحت منه الصينيه بالشكل ده. عايزه اقول لكم انتوا ممكن تعملوا مع الفراخ دي صينيه بطاطس او اي حاجه. دلوقتي احنا حطينا الفراخ في الفرن في السيخ زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت تحت منها صينيه الصلصه. انا حطيت صينيه الصلصه كده، انا كان ممكن اسويها على البوتاجاز فوق، بس انا حطيتها بالشكل ده علشان الدهون والتتبيله اللي في الفراخ، التتبيله الزياده تنزل، ما تنزلش على الصاج بتاعي في الفرن وتتحرق. انا عايزه استفيد منها، فبالتالي انا حطيت صينيه الصلصه علشان الدهون، لو في دهون او تتبيله زياده في الفراخ، تنزل معايا في الصلصه، ما تنزلش في الفرن وتتحرق، وكمان هتبقى هتخلي طعم الصلصة جميل جدا، ومفيش اختلاف، ومش هيبقى فيه اختلاف بين الصلصة وبين بين الفراخ وبين الصلصة. دلوقتي بعد الفراخ ما استوت بقت بالشكل ده، اهو شايفين في جزء كده اغمق من باقي الصلصة، من باقي الصينية، الجزء ده التتبيلة الزيادة اللي نزلت من الفراخ، وكمان معاها دهون اهي نازلة من الفراخ، بقت بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان انا مشغله الفرن تحت على درجه 160، ومشغله الشوايه برضو فوق، وعامله نظام البوتاجاز ان السيخ يلف معايا علشان الفراخ تستوي معانا من كل الاتجاهات. وبالفعل هي استوت اهو من كل الاتجاهات، وبقى لونها احمر اهو جميل. اللون ده طبعا علشان حطينا صلصه،
او كان ممكن نحط بابريكا مكان الصلصة، اتحمرت معانا بالشكل ده. ودلوقتي انا كنت سلقة المكرونة، مكرونة مقصوصة بالشكل ده، وطلعت معايا الصينية، صينية الصلصة، صينية الصلصة احنا قلنا فيها جزء اغمق من الباقي، الصينية كلها لونها احمر اهو حلو، الجزء ده اللي غامق ده، دي التتبيلة الزيادة اللي نزلت من الفراخ فيها. ومعانا الفراخ اهو بقى شكلها جميل ولونها احمر ومستوية. انا حطيت فيها السكينة وشفت اذا كانت استوت ولا لا قبل ما اطلعها من الفرن، وفعلا كانت استوت وبقت شكلها جميل اهو، وشهي جدا ويفتح النفس طبعا على الاكل. عايزه اقول لكم ان ريحه الاكل والتتبيله اللي احنا عملناها ريحتها جميله جدا، مخليه عندي ريحه الشقه جميله جميله جميله، والريحه بس تفتح النفس على الاكل. دلوقتي بقى الطبق معانا بالشكل ده، مكرونه مسلوقه بالصلصه، وحطيت جنبها طبق من الصلصه اللي اتبقت معانا او الصوص، والفرخه بتاعتنا. والفرخة بتاعتنا بقت بالشكل ده وبألف هنا. الوصفة دي طبعا اقتصادية جدا، كانت فرخة كيلو بس، وكان نص كيلو مكرونة كيس كده 400 جرام، وكان معانا الطماطم عملتها ب3 حبات بس من الطماطم، يعني ما تكلفتش كتير، ما كملتش 40 جنيه.